أول شيء أقول لك ألف مبروك، ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لكم حضرت من ملعبكم. الحمد لله طبعا النهارده يعني كبدايه ليا كمباراه تانية، اكيد طبعا كنا مستعدين جدا للمباراه ديت، والمباراه اللي فاتت كنا مركزين كويس جدا، لازم ان احنا نكسب الماتشين دول على ارضنا، وبالذات ان هم على ارضنا اكيد طبعا يفرقوا معانا كتير في الجدول، للعيبه كمان نفسيا ان شاء الله. يعني كانت بدايه ليا النهارده في اول هدف ليا، يعني الحمد لله ان انا كنت حتى الفتره اللي فاتت كنت مصاب، وجيت على نفسي برضو ولعبت عشان انا اشارك مع زمايلي ونشيل الفرقه ونكسب وناخد الثلاثه بونت. الحمد لله النهارده على الاداء، طبعا الاداء يعني حاجه تشرف. لكن عايز اتكلم على ماتش النصر، كانت بدايه لينا كلنا، كانت المجموعه كلها حتى الكابتن عمر، كانت اول مباراه لينا، فما كانش لسه في انسجام، ما كانش في لسه يعني، كانت المباراه بامانه يعني ان احنا ما اديناش اللي عندنا كله، بس الحمد لله احنا المباراتين اللي فاتوا دولت ادينا بشكل كويس، وقدرنا ان احنا نكسب النهارده بسكور، ويفرق معنا ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. سبقتني انت في السؤال الثاني، انت شكلك فاهم المراسلين كويس. انا كنت حسألك انه انت كنت بتتكلم انه نحتاج انسجام، نحتاج نفهم بعض اكثر. اليوم الفريق الاحدي مختلف تماما، يعني انا حضرت مباريات كثير الاحد في المدينه، مختلف الفريق هجوميا دفاعيا منظم. الكابتن عمار السويح، خلينا نتكلم بين الشوطين، تأخر الفريق في النزول لأرضية الملعب، كان في حديث بينك وبين المدرب؟ أكيد طبعا احنا خرجنا بين الشوطين، جه فينا هدف في آخر دقيقة، كنا عايزين نخرج من الشوط الأولاني احنا كسبين 2-0، نبقى مرتاحين أكتر، ننزل الشوط الثاني نلعب كورة ونبقى أكثر تنظيم ونلعب ونأمن على الفوز. لكن الكابتن عمر اتأخرنا في بين الشوطين، قعد يتكلم معانا وحمسنا، ويعني ما فيش أي حاجة، اعتبر إن الجون ده ما جاش فينا، وركزوا إن شاء الله هتجيبه تاني وإن شاء الله هنكسب المباراة. تحدث عن الهدف اليوم، ثلاث لمسات فقط، حارس صانع الهدف، نشاهد الهدف سويته كابتن، من الحارس إلى صانع الهدف الكابتن تامر أو صقر عطيف، من صقر إلى تامر، من تامر نزول جميل من الكابتن أحمد جمعة، ينم عن مهاجم هداف. والله الحمد لله، يعني ممكن تكون اكتر اجواني بالطريقه ديت ان انا باجي اقطع من الخلف، يعني الحمد لله ربنا وفقني طبعا في الكوره ديت ان انا قدرت اقراها كويس، والحمد لله انا سجلت هدف النهارده طبعا يرفع من نواتي كتير الماتشات اللي جايه. اخر سؤال، الوضع اصبح صعب بالنسبه للفرق المؤخره، الكل بيبحث عن النقاط، تفكيركم في الفرق الاخرى كتعثر او تفكيركم في فريقكم كأحد ان يحصل على ثلاث نقاط ويمشي لقدام؟ والله احنا يعني جينا في وقت ان فعلا ان الفرقه في المؤخره وفرق كبير طبعا على الناس اللي قدامنا، لكن الحمد لله يعني الماتشين اللي فاتوا دول الستة بونت دول هيدونا دفعه كويسه جدا، يعني حتى الفرق اللي هي اللي فوقينا بنتمنى ان هم يتعثروا في الماتشات اللي جايه، واحنا يعني مش هنبص الكلام ده، احنا هنبص ناخد ماتش بماتشه، ان هو كل ماتش ان احنا ان شاء الله بنلعب على الفوز ده هيفرق معانا ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. انا قلت اخر سؤال بس حسألك سؤال ثاني، التعاون المباراه القادمه، فريق قوي مقدم اداء مميز المباريات الاخيره، كيف شايف المباراه؟ اكيد طبعا يا فرقه قويه وفرقه محترمه، احنا ما بندورش ان احنا بناخد الفرق الماتشات كلها سواسيه زي بعضها، لكن احنا في الوضع اللي احنا فيه ما بنبصش دي فريق قوي وده فريق قليل، لا بالعكس احنا بننزل مركزين ان احنا مركزين على الفوز، واهم حاجه الثلاثه بونت عشان يرفعونا من الوضع اللي احنا فيه، اكيد طبعا يفرق معنا، لكن احنا الفرق اللي قدامنا اكيد طبعا نتمنى ان هم يخسروا المباريات اللي هم بيلعبوها، لكن احنا ان شاء الله مركزين، اهم حاجه ان احنا ناخد الثلاثه بونت هم اللي يفرقوا معنا. ربنا يخليك، ربنا يبارك في شكرك، ربنا يكرمك. والله يعني الحمد لله، يعني الحمد لله النهارده كنت لا يعني كان عندي حاجه في الغضروف كده، مزق في الغضروف، لكن قدرت ان انا الفتره اللي فاتت ديت بقى لي اسبوع كده، يعني انا ما نزلتش الاسبوع ده غير تمرينتين في قبل المباراه، لكن كابتن عمر عنده ثقه فيا طبعا ومعايا وزمايلي، كابتن الدكتور احمد بامانه تعب معايا الفتره اللي فاتت ديت تمارين الصبح اخر النهار تقويات، فالحمد لله يعني الحمد لله ان هي احسن النهارده، وان شاء الله تكون كويسه ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. الله يقويك وما تشوف بقى. الله يكرمك، الله يخليك، شكرا.